السلام عليكم اخوتي واخواتي مربي ببغاوات. اليوم عندنا شغله بسيطه اللي هي معرفه الطير الكاسكو والانثى من الذكر. اول شغله نحضر ابره وخيط. هاي ابره وخيط. ابره وخيط. هسه راح نقول لكم هسه نتحول للمرحله الثانيه. طبعا انا عندي طيره فحل، عندي ثلاث زواج طيره فحل، ثلاث زواج طيره فحل، فحصلت بهاي بهاي. طلع عندي الناتج الصحيح، طلع عندي الفحل من النثيه وزوجين والحمد لله شكر خير من الله. وهسه ننتظر النتائج اللي هي رزق. شفتي بيضل؟ هذا رزق بيد الله. هالشكل. هسه ان شاء الله راح اراويكم الطيره من الفحل، الفحل محلق والطيره ما محلقه. تعرفها نعز المعرفه. هسه راح ارويكم الطيور وراح نفحصهم وراح تبين عندنا شلون نعرف الفحل من النثية. هاي الابره والخيط. الابره والخيط شوفوها موجوده بكل البيوت. لا دي ان اي ولا هم يحزنون، هاي ببلاش معروفه وقديمه من مئات السنين. بالخمسينات بالاربعينات هاي موجوده هاي الطريقه، باعوها ابره وخيط. ما تخبر غلط، ببلاش. اكو احلى منها ببلاش. هسه راوي نتحول للمرحله الثانيه. هو هسه رجعنا لكم هذا الطير اللي هو هذا الفحل. اعطيني بابا، اعطيني بابا حبيبي. هذا الفحل اللي هو هذا محلق، معروف هذا محلق، هذا فحل. هذا طير فحل. الحلقه مالته مقصوصه. اخاف اليوم يجيني واحد بالبيت يتفضل يمي فحل ابو حلقه المقصوصه. هذا باعوه، هذا فحل. شوفوا بابا هسه هذا الفحل لزمناه مضبوط. هذا فحل لا ابو حال ما يقبل غلط. باعوه هسه خلينا باعوه. شلون صارت؟ راحت لي قدام ورجعت لي ورا. هذا فحل. الامره من تروح لي قدام وترجع لي ورا هذا فحل. هذا فحل. جنات، هاي جنات واعديها مع جنات يديها، مع جنات يديها. هسه جنات يديها بعض. ترى الدويره نثيه يا اخوان، دير بالكم. هذا طير فحل. الابره من تروح لي قدام وترجع لي ورا معناته هذا الطير فحل، ما يقبل غلط. وصلت؟ هذا هسه عندنا فحل. هسه نتحول على الطيره. اخوان هسه رجعنا لكم. هاي النثيه، باعوا النثيه ماكو حلقه برجلها. بابا جيب الرجل ثانيه. شوفوا هاي النثيه، هاي طيره هذا الفحل ابو حلقه. شوفوها هسه. هاي اذني بابا، اذني بابا، اذني. هاي الابره جبناها خليناها وين؟ خليها فوق المخرج، فوق المخرج. ايش راح اسوي الابره؟ باعوه من قدره الله. باعوه. ترى دويره الانثى من تفتر من تدور الابره دائره معناته هذه انثى. هذه تجرب على البلابل الكناري كل الطيور بدون استثناء. اي طير تجي تجربه ما تعرفه نثيه او ذكر تجربه عن طريق هاي الطريقه. طريقه مضمونه 100% وببلاش. ببلاش ماكو احلى منها. مع احتراماتي لكم يعني وللبيطريه والمؤسسين لكل شخص كان، هاي طريقه ببلاش. تفحصها هاي هسه قلنا نفحصها عن طريق الابره والخيط تطلع عندنا الناد الصحيح يا اخوان. هاي طريقه كان الله يحب اجر المحسنين. تحياتي لكم اخوكم وخادمكم عدي القطبي ابو كفاح.